بحث في حيثيات الموضوع ينضم إلينا من نيويورك المحلل السياسي أحمد فتحي، ومن موسكو أندري مانويلو نائب عميد كلية العلوم السياسية في جامعة موسكو. مرحبا بكما ضيفي الكريمين. سأبدأ معك سيد أندري للتعليق على هذا الخبر الجديد، موافقة كييف على مقترح دونيتسك بوقف إطلاق النار في بلدة ديبالتسيفا. هل يمثل ذلك برأيك بوادر لنجاح جهود وقف إطلاق النار، أم أنه يتعلق فقط بوضع هذه المدينة؟ أود أن آمل في ذلك، وآمل بأن هذا القرار سيصبح بداية لعملية موسعة لوقف إطلاق النار على خط الجبهة، على خط المواجهات بين قوات الدفاع الشعبي وقوات الطغمة الحاكمة في كييف. بالطبع الحديث يدور الآن حول وقف إطلاق النار مؤقتا في مدينة ديبالتسيفا، ولكن أعتقد أن هذه إشارة إيجابية تشهد بأن الأطراف تنظر بجدية إلى مسألة العودة إلى اتفاقات وصيغة مينسك وإلى أحكام إعلان مينسك. إذن هي إشارة إيجابية، لكن السؤال حول الأجواء الدولية المرافقة لهذه الجهود. سيد أحمد، كيف نفهم الحديث في واشنطن عن نوايا بتسليح كييف ودعمها بشكل عسكري، وبالمقابل يتحدث اليوم كيري عن أن الحل يجب أن يكون بالجهود الدبلوماسية فقط، كيف نفسر هذه التناقضات؟ هي ليست تناقضات، أنا أعتقد أن نحن أمام الفرصة الأخيرة للرئيس فلاديمير بوتين للاستماع إلى صوت العقل وقبول بمبادرات السلام التي سيطرحها، التي يذهب إليه في موسكو خصيصا زعماء أوروبا، الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند والمستشارة الألمانية أنجلا ميركل. ووجود كيري في كييف دلالة أخرى أنه يوجد هناك تصميم دولي على الوصول إلى حل دبلوماسي لهذه المشكلة. وأقول أنها الفرصة الأخيرة للرئيس بوتين، لأنه لو فشلت هذه المرة هذه الجهود الدبلوماسية، فلا يوجد مجال إلا بتسليح الجيش الأوكراني على أقصى مدى، ويوجد في الإعداد قائمة بأسلحة بالفعل بقيمة 3 مليارات دولار واشنطن تعدها. فإذا فشلت هذه المرة فلن يستطيع أحد أن يقف هذا الصراع، وسيستمر إلى ما لا نهاية. إذن هي الفرصة الأخيرة أمام روسيا. وأيضا أضيف نقطة أخيرة بعجالة سيد أحمد. النقطة الأخيرة التي أحب أن أضيفها أن لن تعبر قوات الناتو حدود بولندا إلى أوكرانيا، ولكن الصراع سيستمر وسيتسع باللاعبون الإقليميون الموجودون على الأرض. إذن هي الفرصة الأخيرة أمام روسيا سيد مانويلو، كيف تعلق؟ السياسيون الأمريكيون يميلون إلى الحكم على الأشياء التي ليست متصلة بالواقع. أنا لا أفهم هنا كيف يمكن التصريح حول توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، والأسلحة تكون مطلوبة فقط للسلطة الموجودة في كييف فقط لهدف واحد، هو لمواصلة الحرب في الدنباس، وبعد ذلك يتحدثون عن مبادرات سلمية تحركها وتطرحها واشنطن وباريس وبرلين. يكمن الأمر في أن الشرط الرئيسي للتوصل إلى التسوية السلمية للصراع في الدنباس هو يجب أن يتم فقط عبر نظام وقف إطلاق النار ونزع الأسلحة من الكتائب العقابية التي أسستها طغمة كييف لشن هذه الحرب. لذلك أعتقد أن واشنطن في هذه النقطة تنتهج سياسة المعايير المزدوجة، وهذه الكلمات التي تصدر من هناك هي كاذبة ومضللة تماما. إذن هي سياسة للمعايير المزدوجة كما يتفضل ضيفنا في موسكو. طيب سيد أحمد، اليوم حتى البيت الأبيض ينفي ويعترف بأن تزويد كييف بالسلاح سيؤدي إلى إراقة المزيد من الدماء، وأنت تتحدث عن رصد مبالغ ضخمة لهذا الغرض. ماذا سيكون أمام واشنطن والحلفاء الأوروبيين من سياسات أخرى لاتباعها؟ هل الانتظار إلى أن تسقط بقية المناطق في أوكرانيا؟
ما يحدث، الأسس التي حددها الأطراف الدوليين لحل هذا النزاع تتلخص ببساطة في الحفاظ على الوحدة الإقليمية لأوكرانيا، على سيادة الدولة وعلى استقلالها. هذه المبادئ الثلاثة تم إهانتها المرة تلو الأخرى، تم احتلال القرم بطريقة ذكية جدا للغاية، وأنا أحب أن أبرز هذا، وتم تسليح الانفصاليين في الحرب الأهلية في أوكرانيا. يجب فقط على واشنطن أن تتوقف عن تصديع، عن دعم الحكومة الماريونيتية الموجودة هناك التي تعارض والتي تستمع فقط لكلمات الخارجية الأوكرانية، وأن تتوقف عن دعمها في مواصلة الحرب. هذه الحكومة عن طريق انتخابات نزيهة، عن التعليمات التي تأتيها من واشنطن. لو سمحتم لي، يعني حتى الرئيس باراك أوباما تحدث منذ فترة ليست قصيرة عن أن الولايات المتحدة ساعدت بشكل أو بآخر على تشكيل السلطة الجديدة في كييف، لكن السؤال حول ما يجري اليوم على الحدود مع روسيا. الناتو يوافق على إنشاء 6 مراكز قيادة جديدة في أوروبا الشرقية، أي الدول المتاخمة لروسيا، أليس ذلك تهديدا مباشرا للأمن القومي الروسي؟ كيف نتحدث عن السعي للتهدئة ولحلول سياسية وهذا التصعيد الذي لا يمكن أن تقبل به روسيا سيد أحمد كما تعلم؟ هل يجب أن تنتظر دول أوروبا الشرقية إلى أن يفرغ الرئيس بوتين من ابتلاع أوكرانيا وتوجيه مدافعه تجاهها؟ عندما نتحدث عن تسليح الانفصاليين في شرق أوكرانيا، بالله عليكم، هل يوجد في دونيسك ولوغانسك أسواق لشراء منظومات لصواريخ أرض جو أو للمدفعية والدبابات؟ هذا يعني هذا إهانة للعالم، العالم كله اعترف بوجود تسليح وحتى قوات روسية بدون الزي العسكري كما حدث في القرم في بداية الأزمة، ولكن الجهة الوحيدة التي لا تريد أن تعترف هي روسيا. يجب أن يتم احترام الاتفاقات، اتفاق جنيف تم إلقائه في صفيحة القمم، اتفاق مينسك نفس سيد مانولو، هذا الحديث عن التصعيد على الحدود، إذن احترام سيادة أوكرانيا سببه هو التدخل الروسي المباشر في أوكرانيا كما يقول السيد أحمد. كيف ستتعامل روسيا بأي حال من الأحوال مع هذا التصعيد الخطير؟ ما قاله زميلي المحترم هي ديماغوجيا، لأننا استمعنا لأكثر من مرة من وسائل الإعلام الغربية وتصريحات السياسيين الغربيين فيما يتعلق بأن هناك تهديد من جانب روسيا تجاه أوروبا الشرقية، والأمريكيون يقومون بإنشاء قواعد جديدة لحماية أوروبا. أود أن أطرح هنا سؤالا على زميلي، وهل أوروبا الشرقية وأوروبا بوجه عام تعلم بأن هناك تهديد يأتي إليها من جانب روسيا، أم أن هذا اختلاق من جانب الولايات المتحدة؟ إن الولايات المتحدة تستخدم هؤلاء فقط كضحية يضحى بها في الحرب الأوكرانية، وحتى عندما تقوم التغمة الحاكمة في أوكرانيا بالانتهاء من الشعب الأوكراني، وعندما ترى روسيا التهديدات والسياسة العدوانية لواشنطن وللناتو والتهديدات التي تواجه أمنها القومي، روسيا في الوقت نفسه لا ترد بشكل مساو لذلك، لا تقوم بإنشاء وحدات جديدة أو استفزازات متتالية سيد أحمد، وتصل إلى الحدود الروسية، وهذا يمثل خرقا لخط أحمر. واليوم هنالك حديث أيضا عن مبادرة سربتها صحيفة كوميرسانت الروسية بأن المبادرة التي ستطرح غدا في القمة الروسية الفرنسية الألمانية ستتضمن مقترح بنشر قوات حفظ سلام على الحدود المتاخمة لروسيا بالطبع. يعني هل يمكن أن تقبل روسيا بكل هذه الاستفزازات؟ أليست القوى الغربية هي التي تحاول التصعيد وروسيا على أرضها؟ أين هو التصعيد؟ عندما تم انتهينا من اتفاق جنيف تم إرسال مراقبين من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ماذا حدث لهؤلاء المراقبين أو يعني قوات حفظ السلام؟ تم اختطافهم. أوروبا لديها من الأسباب العشرات لتكون في حالة قلق، لأنها تريد أن تؤمن حدودها، لأن روسيا أثبتت عدم احترامها للقانون الدولي ولا للاتفاقات ولا للخطوط الحمراء.
مذكرات بودابست التي تم توقيعها عقب تفكك الاتحاد السوفيتي السابق لم يتم احترامها. الوحدة الإقليمية وسيادة الدولة الأوكرانية لم يتم احترامها. لكن الشعب الأوكراني سيد أحمد اختار بانتخابات نادية مرة تانية حكومة شرعية لو سمحت منتخبة وليست تهمة. هناك مرجعية هي اتفاق مينسك. روسيا تدعو دائما لاحترام بنودها ولم ينفذ منها العديد من قبل السلطات الأوكرانية. وهنا أسأل السيد أندري عن هذه المبادرة المقترحة لسحب الأسلحة الثقيلة ووقف إطلاق النار وبالنسبة أيضا لقوات حفظ السلام، هل نحن أمام امتداد لاتفاق مينسك وربما إحيائه من جديد؟ أعتقد أنه نظرا لأن هذه المبادرة تطلق من جانب زعيمي أكبر دولتين أوروبيتين وهما ألمانيا وفرنسا، أعتقد أن هذه المبادرة ستكون في صيغة اتفاقات مينسك وستكون مواصلة واستكمالا لاتفاقات مينسك، أي استكمالا لعملية مينسك، وهذا الأمر لا يروق لواشنطن، فواشنطن صرحت بأن صيغة مينسك غير ملائمة ولابد من إلغائها ولابد من إنشاء صيغة موازية لصيغة جنيف التي كانت مشاركة فيها الولايات المتحدة. ولكن مع ذلك أنا أعتقد أن هذه إشارة طيبة وخطوة جيدة من جانب أوروبا تجاه التسوية السلمية للصراع في أوكرانيا، وهذه الخطوة من جانب الزعماء الأوروبيون قاموا بها من دون توفيقها مع واشنطن وهو ما لا يرضيها. نقطة ذكرتها سيد أندري أريد أن أسألك عنها سيد أحمد. اليوم الأسوشيتد بريس تحدثت عن أن اللقاء غدا بين ميركل وأولاند وبوتين لم يحصل على موافقة من واشنطن، وكيري موجود في كييف ولم يحضر بهذا الشأن، وضيفنا في موسكو يتحدث عن أن المبادرة التي تجري صياغتها لا ترق واشنطن، هل يتم الحديث عن اتفاق روسي أوروبي بمعزل عن أمريكا الآن؟ أنا أختلف مع تقرير الأسوشيتد بريس أن هذه القمة ليست على هوى واشنطن، يوجد تنسيق بين الولايات المتحدة وحلفاء الأوروبيين، وسيحدث بعد يومين يوم السبت أو الأحد تحديدا اجتماع آخر في ميونخ وسيحضره جو بايدن نائب الرئيس باراك أوباما، وسيتم تقييم نتائج هذه اللقاءات مع الأطراف المتعددة الدولية بما فيهم الرئيس باراشينكو رئيس أوكرانيا. ما قاله اليوم وزير الخارجية الأمريكي كيري مع رئيس الوزراء الأوكراني ياتسنيوك يؤكد في هذا، وأحب أن أوضح بس تصحيح بسيط، أن الولايات المتحدة مؤيدة لاتفاقات مينسك، ولكن اتفاقات مينسك أصبحت حبر على ورق لأنه ما زال تسليح الانفصاليين ما زال مستمر، ما زالت خطوط الإمداد والتموين من داخل روسيا إلى المناطق المنفصلة في شرق أوكرانيا مستمرة ولم يحدث أي تغيير، فمن هو الذي أخل بالتزاماته في إطار مينسك؟ وهنالك بنود عديدة أيضا تتعلق بالإصلاحات الدستورية ومطالب السكان في جنوب شرق أوكرانيا. للأسف انتهى وقتنا، أشكركما جزيل الشكر من نيويورك المحلل السياسي أحمد فتحي، من موسكو أندري مانويلو نائب عميد كلية العلوم السياسية في جامعة موسكو.